السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف مبروك لكل إسماعيلاوي جمهور الدراويش في كل مكان. لا شك إن أفضل لاعب النهاردة على الإطلاق في المباراة هو محمد الشامي. محمد الشامي عمل كل اللي أنت توقعه في الكورة، لعيب من حتة تانية. محمد الشامي لما تيجي تحط تشكيلة المنتخب بعد كده لازم يكون رقم واحد. أنت شايفه النهاردة صانع لعب وهداف وبيجري في كل حتة في الملعب ومتحرك، يعني إجادة فوق الإجادة محمد الشامي النهارده. وطبعا كابتن حمزه الجمل لازم نشيد بيه في اداء النهارده مع النادي الاسماعيلي، يعني بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. جمله كده مش حد يتصور ان اي حاجه تانية. سيرجي اكا لعيب مهم جدا، سيرجي اكا في خط النص، في شفت اللي انت خط النص ما فيش مشاكل عندك في خط النص، تحس ان في تماسك في خط النص بوجود سيرجي اكا، فده إضافة قوية جدا للنادي الإسماعيلي. عبد الرحمن مجدي يعني هو جاب جون النهارده، يعني ممكن تمشي معاك عبد الرحمن مجدي، ارجع واشتغل واشتغل على نفسك، علشان الجمهور ده بيحب النادي وبيحب الناس اللي بتلعب من أجل النادي وبتعمل للنادي حاجات، يعني فرح الجمهور، هتلاقي الجمهور اشتغل معاك. طبعا الجون اللي جه في النادي الإسماعيلي في الشوط الأولاني يعني هي من مسافة بعيدة، بس ما اعرفش كوكو شايفها مش شايفها، هو بيقول انا مش شايفها، هي تسديده قويه لكن مسافه بعيده، اعمل اي رياكشن، يعني اي رياكشن كان يتعمل عليها، لكن خلاص يلا قدر الله ما شاء فعل. في المجمل الماتش حلو واللعيبه حلو، مدبولي لازم يشتغل على نفسه، جبت جون بس محمد الشام عامل كل حاجه في الجون ده، بيديها لك يعني حاجه كده بيضه مقشره يعني تاكلها، وجبت الكره جون والحمد لله بفضل الله. ناقصنا حاجات كتيرة في الماتش بتاع النهاردة، ولكن في المجمل ماتش رائع، ماتش يعني الإسماعيلي عاد في جمل بتتعمل، في استحواذ في بعض المناطق كور، في خمس ست نقلات بتتعمل في النادي الإسماعيلي ما شفناهاش برضو مع فترة الكابتن أحمد حسام ميدو. طبعا نشكر الكابتن أحمد حسام ميدو على الفترة اللي هو قضاها مع النادي الإسماعيلي. حمزة الجمل النهاردة كان موفق ونتيجة موفقة، والاسماعيلي بيتنقل مثلا من المركز قبل الاخير الى المركز ال 15 في ترتيب الجدول برصيد 19 بونت، نقطه ايجابيه ايجابيه مهمه جدا. مجلس الاداره بقى يدي حقوق اللعيبه، المكافئات اللي وعد بيها والتحفيز، عشان تحفيز اللعيبه لازم تشوف مصداقيه. انت اللعيبه دي النهارده عملت ماتش جميل جدا امام سموحه، خدت حقها، يبقى بتضمن ان هي بعد الماتشات الجايه ان شاء الله هتاخد ايه، كل ماتش هتلاقي حوافزها. لكن انت تقول لي كلام ونيجي في تطبيقه ما يحصلش، فاللعيبه تقول لك لا ما فيش ثقه، لازم يبقى في ثقه بعد المباراه ان شاء الله باذن الله. مستحقات اللعيبه والمكافئات اللي اتوعدوا بيها اللعيبه من مجلس اداره النادي الاسماعيلي ياخدوها، ياخدوا المكافئات بتاعتهم عشان نكمل على خير ان شاء الله باذن الله. 3 بونت فرقوا معانا كتير جدا، و3 بونت ان شاء الله الماتش الجاي للنادي الاسماعيلي ينقلوه حته تانيه خالص. الشكل الحلو النهارده شفناه عصام صبحي، النهارده عصام صبحي بيشيل انفراد، طبعا احنا بقالنا فتره متحاملين على صبحي، النهارده بيشيل انفراد بيزقه في الشوط الاولاني، كان ممكن يفرق مع النادي سموحه ويغير النتيجه، لازم نشيد بده. محمد كوكو كويس ولا مش كويس؟ النتيجه كويسه، محمد كوكو لازم نديله الثقه في غياب محمد فوزي، عشان يعني مثلا نشوف الاسماعيلي في الفتره الجايه في مكانه الصحيح. التشكيلة حلو جدا، فراس شواط غايب عن المباراة، ما حسيناش بنقص غياب فراس شواط ليه؟ لأن الشكل الجماعي اللي لعب بيه النادي الإسماعيلي في الهجوم كان شكل حلو. ومحمد الشامي فارق تحركات، ما أنت لو تقعد تتكلم على محمد الشامي من هنا لبكرة هتفضل تقول وتعيد وتزيد، لأن محمد الشامي النهارده نجم بيه كل المقاييس. عمل كل اللي إحنا عايزينه في الكورة. وحمزة حط التشكيلة بشكل كويس جدا. تناسق يعني مثلا ان ايه، ممكن تقول الخطا الدفاعي اللي حصل منه الجون وكان فيه كذا انفراده ممكن تروح على النادي الاسماعيلي، ولكن في مجمل المباراه الاسماعيلي بيعود، بدانا نشوف النادي الاسماعيلي اللي احنا تعودنا عليه، والجمهور فرحان، الجمهور فرحان. المكافئات بقى اللي عاوز يجيب ثلاجه يجيب، واللي عاوز يجيب، الدنيا لازم تهيس، لازم اللعيبه دي تفرح، لازم تحس ان اللعيبه دي النهارده عملت حاجه يا مجلس اداره النادي الاسماعيلي عشان تعود الفرحه ويعود ان هم يلعبوا بحماس. كريم الديب يعني لما تيجي تقيم كل لاعب بقى على حده، وتيجي يعني باهر محمدي، يمكن احنا ما حسيناش بباهر محمدي قوي
لان خط نص الاسماعيلي، خط وسط النادي الاسماعيلي كان شايل عبء كبير جدا من المباراه. مفيش تحامل على خط الدفاع ده اللي لعب بيه حمزه النهارده، حمزه الجمل النهارده، ان كل الضغط او كل الشغل على خط نص النادي الاسماعيلي. اه في فرص راحت وفي كور على خط دفاع النادي الاسماعيلي، ولكن ان انت تحس النهارده ان سيرجي اكا فارق مع جنب محمد حسن، سيرجي اكا جنب محمد حسن فارقين قوي. يمكن انت ما بتحسش بان ما بيظهرش سيرجي اكا كتير جدا، بس تمركزه الصحيح مع محمد حسن النهارده، محمد حسن ما بيعملش انطلاقاته اللي هو بيعملها كل مره كتير قوي ومتمركز. يعني دي ممكن تكون تعليمات الكابتن حمزه الجمل، ده طبيعي يعني. ليه؟ لان انت مثلا مش حاسس ضغط عليك هجومي خطير زي الماتشات اللي قبل كده. ليه؟ لان انت واقف خط النص كويس قوي، يعني سيرجي اكا مع محمد حسن عاملين خط وسط قوي، احمد مدبولي بينزل لهم في بعض الاحيان، خط النص بيتحامل، بيرجع كريم الديب. كريم الديب هل مستواه يستحق كام في المية من يعني في مستواه النهارده؟ فكان مميز خالص. عصام صبحي، دسوقي، في تكتل. محمود الشبراوي كان لازم يبقى له دور مهم جدا، ولازم محمود الشبراوي نشوفه كلاعب مهم جدا في النادي الاسماعيلي في الفترة الحالية. كمجمل الكورة اللي بتتلعب، محمد الشامي الطويلة أو العرضية أو استلامه للكورة وقوفه على الكورة. أنا قلت محمد الشامي كتير النهاردة يا جماعة، محمد الشامي قلته كتير جدا لأنه يستحق. بيجري، بيوقف هجمات، بيشارك في الكرة المرتدة على النادي الإسماعيلي، إن هو يوقفها في أي حاجة. فلاعب مهم جدا جدا في النادي الإسماعيلي النهاردة، جدا في النادي الإسماعيلي النهاردة. لازم تديله حقه، لازم تديله حقه، ولازم تدي الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي وحمزة الجمل حقه، لأن حمزة الجمل يعني عمل توليفه كويسه جدا. كسبنا ماتش غزل المحله اللي فات بضربات الجزاء بتناسق وشكل دفاعي كويس جدا. النهارده الترابط كان مميز قوي قوي النهارده، والنتيجه طيبه جدا احنا حققناها، فوز مهم في وقت مهم جدا للاسماعيلي للخروج من عنق الزجاجه. وفعلا الاسماعيلي النهارده بيخرج من عنق الزجاجه. الفوز النهارده فرق كبير جدا، 3 نقط نطروك. فألف مبروك للإسماعيلي، الجهاز الفني، اللاعبين، مجلس الإدارة، الجمهور الكبير اللي واقف وراء النادي في كل حتة من جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي وخارج الوطن العربي. جمهور الإسماعيلي كبير جدا، فرحة طبعا لازم نشكر عليها هذه اللعيبة، زي ما كنا بنتكلم وضد اللعيبة في وقت من الأحيان، ومجلس الإدارة والجهاز الفني نشكرهم على الأداء ده. وكل سنة وانتم طيبين، ونتمنى مزيد من الفوز والنتائج الطيبة للنادي الإسماعيلي في الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.